انا دلوقتي هتكلم على فرص المنح في اوروبا. احنا كده خلصنا امريكا، هنتكلم على اوروبا. بالنسبه للماجستير عكس امريكا، ففرص القبول عاليه جدا. النظام في اوروبا مختلف شويه، انك انت لما تتقبل في البروجرام بتاع الماجستير ده مش معناه انك انت خدت منحه، لازم بتقدم على منحه منفصله عن الماجستير. غالبا يا اما المنحه دي بتبقى من مؤسسه حكوميه تبع الدوله اللي انت مقدم فيها، او عن طريق يعني منحه تبع الجامعه اللي انت مقدم عليها. بالنسبه للدكتوراه فهي اصعب شويه من امريكا، لان غالبا بيبقوا عايزين يا اما انت تكون واخد ماجستير من اوروبا، لان هم يعني زي ما تقول بيثقوا اكتر في الماجستير اللي متاخد من اوروبا. وغالبا الدكتور اللي هيقبلك هو اللي هيبقى بيمول لك الدكتوراه بتاعتك، او عن طريق منحه هو جايبها من شركه من الحكومه بتاعته، هيقدر ان هو يمولك فتره الدكتوراه. الطريقه الاسهل انك انت تسافر في الدكتوراه عن طريق مؤسسات زي الدي اي دي بتاعت المانيا، او الايرازموس موندوس بتاعت الاتحاد الاوروبي. وعامه في الفتره الاخيره النظام الاوروبي بدا يحاول ان هو يبقى شبه كتير النظام الامريكي، في ان هو في بعض المنح الدكتوراه بالذات لما تتقبل في المنحه بيبقى على طول بتاخد معاها، سوري، لما تتقبل في الدكتوراه على طول بيديك معاها منحه. لو انت عايز تقدم على دكتوراه في اوروبا عكس امريكا لازم تكون واخد ماجستير، ما بيعترفوش هما ان انت ما تبقى متخرج ببكالوريوس وتقدم على دكتوراه على طول، الا يعني في حالات نادره جدا. انا ما شفتش يعني في حياتي الا حاله واحده ان حد كان متفوق جدا لدرجه ان هم خدوه من غير حتى ما يكون عامل ماجستير. دلوقتي انا هديكم مثال ازاي انك انت تدور على منح في اوروبا، عشان اوروبا المنح والفرص اكتر في الماجستير فانا والدكتوراه، فانا حطيت امثله كتير اكتر من امريكا، لان في امريكا هي المثال اللي انا اديته لكم ده هتلاقوا كل الجامعات شبه الاسطمبة دي نفس الطريقة، فهتلاقي المواضيع سهلة. أوروبا عشان في بلاد كتير فهتبقى حاجة كويسة إن أنتوا تشوفوا كذا مثال، بحيث إن ده يسهل عليكم بعد كده وأنتوا بتدوروا على الإنترنت عن منح في أوروبا. فأنا المثال الأولاني، الموقع ده من المواقع اللي أنا بحبها جدا وشايف إن هي هتفيدكم كتير في البحث عن المنح في أي تخصص أنتوا فيه. الموقع ده اسمه masterportal.eu، فياريت كله يدخل الموقع دوت ويعمل. انا اول مثال كنت عايز اعمل يعني حاجه تانية، فالتخصص التاني اللي انا شايفه اللي هو الزراعه السمكيه او اكوا كلتشر، فياريت كله يكتب الكلمه ديت ويعمل بحث عنها في صفحه الماستر بورتال. بعد ما تعمل بحث عنها عن الكلمة ديت هتلاقي فيه لستة من حوالي 34 منح أو 34 فرصة ماجستير، فأنا عايزكم تدوسوا على بلجيكا. فإحنا هندور على جامعة في بلجيكا فيها ماجستير في الزراعة السمكية، ونحن نقدم عليها ونشوف لو في منح أو لأ. كله داس على بلجيكا. لو حد مش عارف يوصل للصفحة ممكن يدوس على اللينك اللي تحت. انا بدور دلوقتي على ماجستير، على ماجستير في الزراعة السمكية. كله دخل الصفحة. خلاص، بعد ما تفتحوا الصفحة ديت وتدوسوا على بلجيكا هتطلع صفحة تانية
اول اختيار هتلاقوا جامعه اسمها جامعه جنت في بلجيكا. الجامعه دي ترتيبها حوالي 89 على العالم، فبرضه ترتيبها ما يعتبرش وحش، جامعه كويسه جدا. لما توصلوا الصفحه دي هتلاقوا في تحت البروجرام مكتوب ديتيل ديسكريبشن، فياريت كله يدوس على ديتيل ديسكريبشن. ها كله ده. تمام. الصفحة دي هتظهر لكم، فأنا عايز كله يدوس على كلمة more. هتلاقوا في description و contents و requirements و more. تمام. بعد ما تدوس على مور هتلاقي فيه اختيارات كذا لينك، فانا عايز كله يدوس على بروجرام ويب سايت. احنا دلوقتي عايزين ننقل على الموقع بتاع الجامعة اللي بيتكلم على برنامج الماجستير دوت، بحيث ان احنا نخش جواه ونشوف ايه المنح المتاحة او ايه الفرص المتاحة جوه الصفحة ديت. اي حد مش عارف يوصل للصفحات دي، انا حاطط كل مره الصوره بيبقى تحتيها لينك، دوس على اللينك هتوصل الصفحه مباشره، بحيث ان انت لو تهت في وسط الطريق كده تدوس على اللينك ده وتوصل للصفحه اللي احنا فيها. تمام. دي صوره للصفحه اللي هتظهر لكم بتاعه برنامج الدكتور الماجستير بتاع الزراعه السمكيه اللي موجودة في جامعة جنت في بلجيكا. في 3 اختيارات هنهتم بيهم في التدوير، اللي هي الادميشن كرايتيريا والفاينانشال انفورميشن والابليكيشن. فأول حاجة أنا عايزكم تدوسوا عليها اللي هي الفاينانشال انفورميشن عشان نعرف المنح، هل في منح متاحة أو لأ. بعد ما تدوس على فاينانشال انفورميشن هتلاقي في جرانت اوبورتيونيتيز اللي هي فرص المنح. جرانت معناها منحة. وصلتوا؟ تمام. هتلاقوا أول منحة اللي هي اسمها VLIR UOS، وبيقول لك apply here، إنك أنت تدوس وتعمل apply. هتدخل الصفحة بتاعت ابلاي، هتلاقي الخطوات اللي تقدر تتبعها عشان تقدم على المنحة دي. المشكلة ان انتم اللي انا لما دورت على المنحة دي لقيت ان انا مش عارف بالظبط المنحة دي هل متاحة للمصريين ولا لا. فانا عايز كله يفتح صفحة جوجل ويدور على اسم المنحة دي ويدخل الصفحة بتاعت المنحة. لو محدش عارف يوصل عن طريق جوجل ممكن يدخل اللينك اللي انا كاتبه هنا اللي فيه صفحة المنحة. كله وصل الصفحة. طيب دلوقتي دي الصفحة بتاعت المؤسسة المانحة اللي هي بتدي منح للجامعة بتاعت جنت.
احنا عايزين نعرف هل احنا كمصريين نقدر نقدم على المنحة دي ولا لا. في حاجة اسمها eligibility criteria، لو دوست على eligibility criteria هيقول لك ايه بالظبط المواصفات اللي في الطلبة اللي مقدمين اللي يقدروا يقدموا على المنحة دي. فلو دخلت الصفحة ديت هتلاقوا انه كاتبين من افريقيا، كاتبين لستة بكل البلاد اللي انتوا شايفينها دي، مفيش منها مصر. الدولة العربية الوحيدة اللي موجودة في الليست هي المغرب. فده معناه ان احنا ما نقدرش نقدم على المنحة دي. فهنرجع تاني لنفس الصفحة ونشوف ايه الفرص التانية اللي ممكن نقدم عليها. هنرجع تاني للصفحة. لو نزلتوا في نفس الصفحة بتاعت الفرص المنح اللي هي Grant Opportunities هتلاقوا فيه منحة تانية بيدوها للدول النامية. فغالبا انتوا ممكن تقدم على المنحة دي. بس طبعا زي ما انتوا شايفين هما ما بيقبلوش الا اتنين بس في الماجستير كله. فطبعا انتوا شايفين المنافسة شديدة جدا على الفرص ديت، سواء فرص انك تتقبل في الماجستير او حتى انك انت تاخد المنحة. لو حد داس على الشمال على كلمة organization هيلاقي لستة بالدكتور اللي هو المسؤول عن البرنامج بتاع الماجستير، بحيث ان انت لو حابب تبعت له. غالبا هو مش بيبقى ده الدكتور اللي انت هتبعت له عشان البحث او البحث اللي انت عايز تعمله، غالبا انت بتبعت له عشان تسأله عن تفاصيل سواء عن المنحة او عن البرنامج بتاع الماجستير اللي انت مقدم عليه. كله معايا؟ وصل الصفحة ولا تايهين؟ في الماجستير انت بتراسل الجامعة، ما بتراسلش الدكتور. انا بتكلم على اوروبا، في معظم الاحيان بتراسل الجامعة قبل ما بتراسل اي دكتور. لما بتتقبل في الماجستير بتسافر، ولما بتروح في البرنامج هناك والقسم بتختار الدكتور اللي انت عايز تعمل معاه الماجستير. طيب هنرجع تاني نفس الصفحة بتاعت ماستر بورتال. الميزة بقى في الصفحة ديت ان انتوا مش بس ممكن تدوروا على فرص ماجستير في اوروبا، ممكن كمان تدوروا على ماجستير على دكتوراه كمان. ففي الصفحة من فوق كلمة ماسترز اللي بالبرتقالي لو دوستوا عليها هتلاقوا في اختيار بي اتش دي. فياريت كله يدوس على بي اتش دي. الصفحة هتتقلب لون أزرق. كله وصل الصفحة؟ طيب تمام. أنا عايزكم تعملوا بحث عن كلمة حد، لو حد عايز يبحث عن دكتوراه في بيولوجيا السرطان، فكله يكتب كانسر بيولوجي ويعمل بحث عنها. تقريبا أول نتيجة هتطلع عندكم اللي هي جامعة زيورخ. تمام. اي حد وصل الصفحة ديت يا ريت يدوس على ديتيل ديسكريبشن عشان نعرف تفاصيل البرنامج ده عامل ازاي وايه فرص المنح المتوفرة فيه. لما تفتح الصفحة ممكن تدوسوا على زرار funding، هتلاقي فيه تحت description و requirements و funding و more. فدوس على funding. فده مثال لمنحة من الدكتوراه بنفس الأسلوب الأمريكي، اللي هو أنت بتقدم على البرنامج بتاع الدكتوراه، بتتقبل في البرنامج أوتوماتيك بيديك منحة، وكاتب لك تحت إيه بالظبط الفلوس اللي بيديها لك كل سنة وبتزيد كل قد إيه،
وان انت هتبقى مغطي لك كل مصاريف الجامعه، الى جانب كمان بيديك مرتب شهري بيغطي لك مصاريف المعيشه والسكن. فدي تعتبر كده منحه كامله لواحد مقدم على دكتوراه في الكانسر بيولوجي في اوروبا، في جامعه زيورخ. جامعه زيورخ تقريبا ترتيبها في الخمسينات، فيعتبر برضو ترتيب مرتفع جدا. طيب هنجرب حاجة تانية. هترجعوا للصفحة دلوقتي، هندور على ماجستير في المحاسبة. فهنرجع لصفحة ماستر بورتال وهنكتب كلمة accounting في السيرش. تمام، بعد ما هتظهر الصفحة اللي بعد كده أنا عايزكم تختاروا السويد. المرة دي هنختار السويد وندور جواها على فرصة للماجستير في المحاسبة في جامعة من جامعاتها. اللي مش عارف يوصل الصفحة ممكن يدوس على اللينك اللي أنا حاطه تحت بحيث إن هو يوصل الصفحة دي، ويدوس على السويد. أول اختيار هتلاقوه جامعة جوتنبرج. جامعة جوتنبرج تقريبا ترتيبها من 150 ل 200 على العالم تبع ترتيب شنغهاي، فبرضو ما تعتبرش جامعة ضعيفة، وبتدي ماجستير في المحاسبة. وصلت للصفحة. تمام، هتلاقوا في انا حاطط سهم على ديتيل ديسكريبشن، كله يدوس على ديتيل ديسكريبشن. بعد كده هتلاقوا في اختيار ديسكريبشن وكونتنتس وريكويرمنتس ومور، فانا عايزكم تدوسوا على مور، وبعد كده تدوسوا على اللينك بتاع هاو تو ابلاي، ازاي تقدم، ازاي هتقدم على ماجستير في المحاسبه في الجامعه دي. لما هتدخلوا صفحه بعد ما تدوسوا على هاو تو ابلاي، انزلوا تحت خالص في الصفحه هتلاقوا في اسئله questions، ومكتوب FAQS اللي هو Frequently Asked Questions، دوسوا عليها. هتلاقوا في كذا كذا سؤال متجاوب عليهم، فاحنا عايزين نشوف هل الماجستير ده فيه منحة ولا لا. فهنشوف في سؤال اسمه How to pay application and tuition fees، ازاي هدفع مصاريف الجامعة، فهتدوس على اللينك دوت. هيفتح لك الصفحة دي، فهتلاقي تحت موجود مصاريف تكاليف المعيشة وازاي تقدم ومصاريف الجامعة، بس في منها برضو المنح اللي هي السكولرشيبس، فهتدوسوا على سكولرشيبس. هيفتح لكم صفحة بصفحة المنح، وحتى جايب لك صورة لواحد خد منحة من المنح ديت وجاي من زامبيا عشان يدرس في السويد في الماجستير دوت. فهتدوس على University of Gothenburg Study Scholarship اللي انا حاطط قصادها السهم. تمام، بعد ما تدوسوا على اللينك دوت هيكلمك ازاي تقدم
وهيقول لك كمان المنحة دي بتغطي ايه. كاتب هو هنا المنحة بتغطي مصاريف الجامعة للدراسة لكن ما بتغطيش تكاليف المعيشة. فالمنحة دي تعتبر زي نص منحة، بتدفع لك المصاريف لكن ما تدفعش تكاليف معيشة. فطبعا خلوا بالكم ان الجامعة دي ترتيبها من 150 ل 200، يعتبر ترتيبها متدني شوية عن بقية الجامعات اللي احنا شفناها في الأول، فعشان كده المنحة مش كاملة. فهي بتختلف بقى من جامعة لجامعة حسب ما الجامعة عندها فلوس أو الحكومة بتاعتها تقدر، الحكومة اللي هي بتاعت البلد الأوروبي دي تقدر تمول إن الطلبة من بره يجوا يدرسوا دكتوراه أو ماجستير في الجامعة بتاعتها.